أكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام أن دعم المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة الحملة الإعلامية ضدها يعد واجبا عربيا وإسلاميا ووقوفا مع الحق والعدل في وجه وسائل, وسائل إعلامية مغرضة لا تريد خيرا للمنطقة جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده معالي الدكتور عواد بن صالح العواد وزير الاعلام بالمملكه العربيه السعوديه مع اصحاب المعالي وزراء الاعلام والاتصال في الدول العربيه على هامش الاحتفال الذي اقامته وزاره الاعلام السعوديه بمناسبه اختيار الرياض عاصمه للاعلام العربي للعام 2018-2019 بالعاصمه السعوديه الرياض. وشدد سعادة وزير شؤون الإعلام على أن هناك وسائل إعلامية تدعمها دول إقليمية تسعى للنيل من مقدرات الدول العربية وتعمل بجهد حثيث لزعزعة أمنها واستقرارها وما يتطلب موقفا موحدا لمواجهة هذه السياسات المغرضة وحماية المجتمعات العربية من مخاطرها هذا وشارك سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام في احتفال اختيار الرياض عاصمة للإعلام العربي 2018-2019 حيث أشاد سعادته بالدور الريادي الذي تلعبه المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود عاهل المملكة العربية السعودية حفظه الله. وصاحب السمو الملكية الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله للحفاظ على امن واستقرار المنطقه ومواجهه التحديات التي تحدق بالدول العربيه لا سيما ما يتعلق منها بخطاب التطرف والارهاب والسياسات الاعلاميه الدخيله على مجتمعاتنا العربيه وتقدم سعاده وزير شؤون الاعلام بخالص التهاني والتبريكات الى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده حفظهم الله بمناسبه اختيار الرياضه عاصمه للاعلام العربي مشيرا سعادته الى ان هذا الاختيار الذي يتزامن مع رئاسه المملكه الشقيقه للجنه الدائمه للاعلام العربي ورئاسه المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاعلام العرب يعكس الدور الاستراتيجي للمملكه في مجال تنسيق العمل الاعلامي العربي المشترك والنهوض به في مختلف المجالات. متمنيا سعادته لمعالي الدكتور عواد بن صالح العواد وزير الاعلام بالمملكه العربيه السعوديه كل التوفيق في انجاح هذا العام الاستثنائي للمملكه الشقيقه لكل ما من شانه تعزيز العمل العربي المشترك. واكد سعاده وزير شؤون الاعلام ان ما يتبناه الاعلام في المملكه العربيه السعوديه الشقيقه من سياسات متزنه تهدف الى الحفاظ على هويه ومقدرات الدول العربيه ومجابهه المخاطر والتحديات الاعلاميه في المنطقه يجعل من السعوديه الدوله الاجدر لقياده العمل الاعلامي العربي خصوصا في ظل ما تمر به المنطقه من تحديات تتطلب تضافرا للجهود العربيه المشتركه ورؤيه شامله للارتقاء بمنظومه الاعلام العربي المشترك مشيرا سعادته الى ان السعوديه هي بيت العرب الجامع وحصنه الحصين لمواجهه التحديات والمخاطر التي تهدد المنطقه وأشاد سعادة وزير شؤون الإعلام بالمبادرات الإعلامية التي تم إطلاقها في الاحتفال والتي تهدف إلى الارتقاء بدور الإعلام إلى مستوى التحديات التي تواجه العالم العربي، متمنيا سعادته للمملكة العربية السعودية الشقيقة التوفيق والنجاح في قيادة العمل الإعلامي العربي.